غادة، كم سنة بقى لك بالشغل؟ 30 سنة تقريبا، لا، انا أقل. بدات من الاعلانات لغايه دلوقتي 20 سنه. 20 سنة. عملت اعلانات في الاول قبل ما امثل، انا وغاده عادل وياسمين عبد العزيز وجيهان نصر حبيبه قلبي الله يمسيها بكل خير. وكان معظمها اعلانات شعر، يعني طول عمري شعري طويل وشعري اسود، اوكي. فكان معظمها اعلانات شعر. طيب، السنوات اللي اشتغلت فيهم بالفن ما لحقتيش تأسسي حاجة، أو مثل ما بيقولوا قاعدة أساسية، وحصلت لك المشكلة الكبيرة والقضية لا الكبيرة يا اللي حبيبتي، هيدا. يا سنوات ايه ده، انا اخده جائزه احسن ممثله في مهرجان اسكندريه، فهمك اخده بس. جوائز من وزاره الاعلام ووزاره الثقافه ومن الاي ار تي ومن بس حاجات لا بره. ننكر انه موضوع القضية اللي حصلت لك كمان غادة كانت سبب كتير أساسي بالظبط بوقوفك، وقوفك بمرحلة معينة، وعدم تقدمك أو عدم إنتاجك، لأنه فينا نقول قبل، خلال، وبعد. عندك إيه حق، يعني؟ ما فينا ننكر تمام، الموضوع، أي عندك واحد حق، يتهز من قصة واحدة صح بتحصل له كوارث. صح عندك حق. الوقوف كان من عندي انا على فكره، حتى يعني دكتور اشرف تعب أعصاب. في النقابه وقف جنبي صراحه، وما ما خدش اي رد فعل تجاهي، وقال لي غدا اشتغلي ما حدش منعك، ولما تجيب لنا براءتك هنديكي عضويتك. جبت له براءتي، خدت عضويتي. بصراحه كان موقف النقابه معايا، مع اني كنت محتاده الاول انه ما بعتش محامي من النقابه معايا، وراني لما شفته ما طلعت في قناة النهار لايف مع أستاذ خالد صلاح، وراني الواتس وهو بعت للمحامي روح لغادة ضروري، وراني فعلا، فقلت له ولا تزعل خلاص ما فيش مشكلة. ولما طلعت البراءة اداني عضويتي وجددها لي وما فيش مشكلة. يعني أنا دور النقابة ودور أشرف زكي معايا صراحة يعني على راسي وشايلاه مدى حياتي. الفترة اللي سجنت فيها كانت قد ايه لا انا يعني؟ كنت على ذمة قضية، ما اتسجنتش يعني قد ايه؟ شهرين الاول 21 يوم، وبعد استئناف النيابة شهرين ونص. 2 ونص، يعني كلهم على بعض 3 اشهر تقريبا مثلا، وكانوا في مثلا. القسم على فكرة. 3 اشهر مروا عليك ازاي؟ مروا 30 سنة، 30 سنة. ايه اللي كان بيخطر اول عليك؟ اول 3 اسابيع اللي هم جلسه 3 3 وجلسه 10 3 وجلسه 17 3 بتاعه البراءه، 3 اسابيع اسرع قضيه في التاريخ، وكتبوا عليه اسرع ده. طب ما فيش قضيه اصلا، اسرع قضيه عشان ما فيش قضيه، عشان ما فيش قضيه. واحده مأجره شقه 5 سنين لواحد، هل تقعد تراقبه 24 ساعه؟ ما فيش قضيه، اسجنوه اشنقوه اعملوا اللي انتوا عايزينه فيه. انا كنت ببيروت باجر السنه اصلا زي كل سنه، ومفيش لا مكالمات ولا واتس ولا مفيش ولا حاجه، مفيش قضيه. لما القاضي الجليل يقول القضيه شبه ظلال من الشك والريبه وعدم الاطمئنان وعدم اليقين والتناقض في الاقوال والتحريات، ولم يطمئن قلب المحكمه، خطا في تنفيذ القانون، خطا في تطبيق القانون، يعني ما كانش يجب اكون موجوده اصلا في القضيه اصلا. شكرا قضاء مصر على راسي، يحترم جدا، بس انا على ما اثبتت براءتي الكام يوم دول جهنم. جهنم مش بالنسبه لي، اقسم بالله اتحمل اكتر من كده، اهلي اتحمل اكتر من كده، اهلي امي امي مريضه لغايه النهارده، لغايه النهارده ما بتمشيش على رجليها، ما بتمشيش على رجليها من ورا الصدمه، من ورا الصدمه جالها حمرة، حمرة في رجليها ما تقدرش تمشي على رجليها لغاية النهاردة، وأمي صغيرة وزي القمر، زي القمر. وليه اتحط اسمك في القضية دي غادة؟ اسألي أهل الشر، اسألي الناس اللي ما تعرفش ربنا، اسألي الناس اللي ما عندهمش ضمير. بس في قضاء عادل قال لك خطأ في تطبيق القانون، ده مش مرة، ده حكمين، حكم في أول درجة وحكم نقض، مرتين براءة في نفس القضية. طب هتعملوا ايه اكتر من كده؟ تعملوا ايه اكتر من كده؟ بكرر حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وكل اللي اذاني، حسبي الله ونعم الوكيل، وهفضل لاخر عمري اقول حسبي الله ونعم الوكيل لاخر يوم، زي ما حصل لما سمعت حكم البراءة، لاخر يوم، لاخر يوم في عمري. غدا، بعد ما طلع الحكم بالبراءة ليه ما رفعتيش دعوة؟ لأن النيابة استأنفت تدي حكم البراءة. النقد برأني تاني وقال خطأ في تطبيق القانون. يعني بص الحكم المحترم ده، عايزة أقول لك حاجة بس يا رغدة، أنا لما نزلت جلسة، يعني جابوني من البيت هتاخدي سؤال وترجعي، ما رجعتش غير بعد 21 يوم. يعني أنا نزلت حتى معيش فلوس، نزلت بالكريدت كارد وبالموبايل في الشنطة بس، معيش جنيه. قالوا هناخد سؤالك وترجعي، فعارفة إن أنا هقول سؤال وأرجع عن المستأجر.
ما رجعتش غير بعد 21 يوم. لما نزلت الجلسه نزلوني على طول جلسه من النيابه على الجلسه على طول، قالوا لي القاضي ده احكامه مغلظه، يعني بيدي احكام كبيره وما عندوش رأفه. قعدت ادعي ليل ونهار ومصليه والله العظيم. انا علاقتي بربنا كويسه، بس يمكن الازمه دي قربتني اكتر بصراحه. وانا صايمه وبدعي كل يوم، كل يوم صيام، كل يوم بدعي وبصلي بالدموع، مش مصدقه. قالوا لي غاده لو خدتي حكم كبير معلش ما تزعليش، القاضي ده احكامه مغلظه ممكن في الاستئناف يشيل الحكم. نزلت وما توقعتش ان القاضي المحترم ده يديني براءه، اقسم بالله العظيم، وان يقول اسبابه اسباب لم يطمئن قلب المحكمه، لم يطمئن قلب المحكمه، والقضيه شبه ظلال من الشك والريبه.